اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة البساطة والسهولة والمرونة، عايزين نعمل فراخ مشوية النهاردة بالخضار، هنشوف نعملها ازاي ونكتسب طعم الخضار مع الفراخ المشوية. ومن جور السعيد بيسعد، لو كانت فرخة وزنها كيلو ونص طبعا الموضوع هيبقى شيق وجميل. معانا النهاردة سموزي الجوافة بجوز الهند، وده حصريا على شاشة القناة الأولى. ازاي اعمل سموزي في طعم المكسرات ولتكن جوز الهند اللي هي فوائدها لا تعد ولا تحصى. معانا طبق مكرونة جامد جدا النهاردة، المكرونة بالطماطم. مدرسة المغازي بتقول ايه؟ تسوية المكرونة مع الصلصة أو مع الصوص اللي تابع للمكرونة بالتأكيد طعم المكرونة هياخد من الصلصة والصلصة تاخد من المكرونة. تعالوا نعمل طبق مكرونة دلوقتي على طريقة الشيف المغازي. ومدرسة المغازي بتقول ايه؟ سلق المكرونة مع الصلصة أو مع الصوص أو مع الجوسي أو مع البيون التابع ليها بياخد من النكهة بيها. ونشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا مكرونة بينا ايه يا فندم، طماطم، معجون طماطم، زعتر، روزماري، بقدونس، زعتر وروزماري وبقدونس. المقادير على الشاشة: مكرونة، طماطم، معجون طماطم، زعتر، روزماري وبقدونس، وشوية البصل وشوية التوم. وتعالوا مع بعض نشوف نعملها ازاي. معانا زيت زيتون. حلو. بحط مع زيت الزيتون يا عم الشيف مكعب زبدة. الأكلات السريعة دي والمدرسة السريعة دي بتعجب الستات البيوت دلوقتي وربات البيوت والأمهات، لأن هي ما بتقفش في المطبخ كتير. هتقولي لي الأكل هنا بنفقد من القيمة الغذائية بتاعته؟ بالعكس، أهو الزيت مع الزبدة. انتهز فرصة الزبدة بتسيح، احط البصلية والتومة دي بالشكل ده كده. البصل هيوجع لي عيني، احط شوية زعتر. شفت ازاي؟ مدرسة، لان عايز صوص طماطم متخدم عليه، عايز شوية طماطم متخدم عليهم. حلو الكلام. معايا عود روزماري. حلو، دايما لما بكون عند بتاع الخضار او بتسوق الاقي الروزماري ده ما فكرش على طول، اجي واخد لي حزمه وشايل، لان هروح تاني يوم مش هلاقيه، ده مش متواجد دايما. بس انت ممكن تزرعيه في البلكونه على السطح في زلعه فخار كده يطلع معاك زي الفل. هنقلب الروزماري مع الزعتر والبصلايه، اكيد اتخدت لون تاني للبصلايه وخدت طعم تاني كده. انا مش خايف من البصلايه، اهي الريحه حلوه، ريحه الزعتر والروزماري في البصله. ننزل بشويه التوم الحلوين، نقلب بس اهو. ده تاسيس صوص الطماطم. لو انت عايزه تعملي شويه صوص طماطم حلوين لبيتزا، لفطاير، لطبق مكرونه حلو، لطبق عربياتا حلو، لصوص مثلا هتحطيه على مشويات على فراخ، دي التأسيس، دي المدرسة، خلي بالك. معانا معجون طماطم غير صوص الطماطم. وطالما حطيت معجون طماطم بالشكل ده كده على طول فوقهم معلقة سكر. علل ولماذا؟ لعلاج وتلاشي الحموضة. اهي حلو قوي، جميل قوي. فين المكرونه يا شيف؟ اصبر على رزقك. عند المكرونه هنا عايز احلها. يعني ايه احلها يا عم الشيف؟ يعني احلها في ماء مغلي. في ماء مغلي. حلو. نحلها ازاي؟ هو ده الكلام. ميه مغليه على النار. حلو، خليك جدع كده وولع. ميه مغليه على النار، وبعد ما تبقى الميه مغليه بنعمل ايه يا عم الشيب؟ بنحط فيها شويه زيت، شويه ملح صغيرين، شويه زيت، شويه ملح صغيرين.
احلها بس يعني ايه، تاخد الميه يعني مش اقل من دقيقتين، مش هسلق المكرونه انا. بص بقى الصلصه دي اهي، ده التاسيس، بص عليها كده اهي. والله عايز لون البنكي اللي الاولاد بيحبوه، هنحط ميه ونشا بقى لون بنكي. انا عايزها بالطماطم، ريحه الصلصه رهيبه والله رهيبه. عملت ايه يا عم الشيف؟ زيت زيتون وزبده، حطيت بصله اتحمرت مع الزعتر والروزماري، حطيت التوم كله مع بعضه، استنيت عليهم هسه، نزلت معجون الطماطم معلقه بمعلقه سكر واقلب في انسجام هنا دلوقتي. مع السداسيه اللي هم ست حاجات، بصل توم روزماري زعتر طماطم سكر، حلو قوي. هناخد صوص الطماطم اللي جاهز عندنا ده، هو ده. الله، ده مدرسه دي يا عم الشيف. حلو، نعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ المكرونه عندنا، نعم زي ما انت عايزه، مكرونه بينا ماشي، مكرونه سباكيتي ماشي، بس ايهما افضل؟ البنه. دايما الصلصات والصوصات بتحب المكرونات زي المقصوصه دي اللي بيبقى فيها مكان تشيل من الصوص، ودي المكرونه اللي احنا بنعملها بالبشاميل. على فكره المكرونه دي هتاكل صوابعك وراها، عد صوابعك قبل ما تاكليها. ليه يا شيف؟ لانها معموله بمزاج وبحب. دايما بقول مفاتيح السعاده الزوجيه هي مطبخك يا هانم يا مدام. المكرونه تحل في قلب الماء المغلي بالزيت والملح، تحل يعني ايه؟ بحضرها بس. مش اقل من دقيقتين، مش هستنى عليها لما تغلي. لان انا عايز استفيد بالميه دي في بقيه السلق او في تكمله التسويه. بص على الحلاوه دي كده. الله، ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ شايف اللون الحلو ده كده؟ شايف الجمال ده كده؟ هعمل ايه دلوقتي؟ سيبها على النار كده مع شويه الفلفل الحلوين بتوعي، مع شويه البابريكا الحلوين بتوعي. اصنعي طعم بقى. بصراحه عايز احط شويه كركم. حلو، بصنع الطعمه مع الصوص ده. لغايه دلوقتي احنا زي الفل، فاهمين انت بتعمل ايه. المكرونه فين من الليله دي كلها؟ يلا بينا، يلا بينا. ادي المكرونه، الطريقه دي مهمه جدا على فكره، صفيها من الميه كويس. هي استوت يا شيف؟ اصبر على رزقك، الله يرضى عليك. وانزل بقى هنا. الله، المصفى هنا ملهاش مكان بينا. ونقلب المكرونه، بسم الله الرحمن الرحيم، مع الخلطه دي. دي مدرسه بقى، اسمها مدرسه المغازي. خلي بالك، انا عايز المكرونه تتعرف على الابداع الطهوي اللي انا عملته مسبقا، اللي هي البصله مع زعتر وروزماري، سداسيه التكوين، وبعدين حطيت عليها تومه، معلقه معجون طماطم، معلقه سكر. حلو قوي، بسيبها شويه. شفت المكرونه خدت لون ازاي؟ الله، استوت المكرونه، هي بص واقفه على هزه. خدت الملح بتاعها، خدت التوابل بتاعتها. كل اللي هعمله يا عم الشيف اعمل كده دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اهو، بس خلاص. الله عليك يا عم الشيف، ونقلب دول كده يد. شويه مكرونه لو دورتي في جوجل كله مش هتلاقيه. سيب المكرونه دي تستوي يا عم الشيف، وما تحطيش اي حاجه خالص نهائيا.
ونغطيها، لازم نغطيها. لمكرونة سداسية التكوين. وفي الكنترول عايزين يعرفوا يعني ايه سداسية التكوين. في سداس الشكل، خماس الشكل، كنا ندرسه زمان. حلو الكلام؟ لما قلت سداسية التكوين عشان تتفهم يعني المكونات الستة اللي أنا حطيتهم قبل المكرونة، اللي هما سر نجاح الأكلة دي، اللي هما سر الإبداع. المكرونة دي البسيطة السهلة طلعت نزلت هي مكرونة بالطماطم. أما اللي عجبني قوي سداسية التكوين: بصل، ثوم، زعتر، روزماري، معجون طماطم، معلقة سكر. والكفر بتاعهم الإبداع الطهوي والفن الطهوي. ننزل يا عم الشيف بالبقدونس. الله، شوية مكرونة عجب. ألف هنا وشفا للي ياكل. لسه ما خلصتش يا فندم. شوية زيت زيتون تدي اللمعة، تدي الجمال، تدي الإبهار. ونقلب. ناخد الطبق ده، يلا نغرف بقى، يلا عشان نشوف الإنتاج. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مكانه هنا حلو. يلا بسم الله. تعالي يا سداسية التكوين. نعم يا فندم. يلا. الله. ايوه يا فندم، انا معاك. حاضر. الله، ايه يا شيف الحلاوه دي؟ ده انا بقعد ساعتين في المطبخ اعمل مكرونه. ده الكلام ده كان زمان يا فندم، قبل ما اتبع الشيف المغازي. بس خلاص، شويه مكرونه، الطعم والتفاصيل جوه المكرونه. حلقتنا النهارده فيها كلام كتير، سامحوني، انا ما بحبش اشتغل وانا ساكت، بس الكلام منه نتيجه. بخش تفاصيل الاكله، بخش في صميم الاكله، التفاصيل التفاصيل. الفراخ عملناها مشويه بطريقه، التركية بتاعت عصرة البرتقال الحموضة مع التوابل اللي أنا حطيتها مع الفراخ والكفر بتاعها أكيد خليتها في مكان تاني. تشكيلة الخضار مع البصل مع الطعم لطيفة وجميلة. عملنا مكرونة سداسية المكونات أو سداسية التكوين، معرفش جت معايا إزاي، وهنكتبها على السوشيال ميديا، يعني من المكونات الستة اللي قبل المكرونة ما تنزل عليهم. عملنا سموزي جامد جدا بجد، فيه طعم جوز الهند مع الجوافة مع حليب مع سكر مع فانيليا، حكاية تانية وطعم تاني. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.